مناسبةً دودة يا أوجيت كيدو أها فهم كبلشدة إيه نبضة يو كالينتا أي دومر كل يهين وحنا كسو قيب غالي حلبانو كتر سن بارمان كدلكا مسؤولين دولة ديدي يا قيبها بلشدة مناسبةً وحا سوى قبان قابسي هاي أدا هرومالينتا دومر كي إيه دي دي إيه إيدو إنتا أنا قلين دودة شرحات كوبان لقبحي وحيابها إيه هي دو قبطو إيو نوع أي تهي دودان قبدهنا سوماليا كلها ده هي قاسة ريزن كان أدورني قبر واي أنا نحن دمر ديفلوبمنت أجندة أنا هو بحكي كنا معايا كله وحصلنا هاي درجة وهو بضبة متخانة مالا بضن على كباي مساجد ذي كباس في تقول الغرسة مالا بضن أخون تكباس في تقول الإنسان حتى ينقل له حتى فرد كدرة علم سياسة ذي وحياة بضن كهلان لكن حاسس إحنا this is dedication وصمايا قبلها هدي أي نقطة لأن كمتقنا بزنس كنا عن ممكنه the right people or guidance لها and see متقنا وهي لهاين job opportunity أما business opportunity وهي لهاين مركز that's why أو DDA mainly law أساسي ما أنت موضوع متعلقنا هي و peace building معناه هو نبض فهم كنا بدأ وحيقول نخونيسا وحيكمل نخونيسا برنامج هذا كbest building كيو وعي قليل تبرشده intaasi kadib waxaa la gudagalay dooda iyadoo ay barnaamijka marti ku ahaayeen ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dawladda Soomaaliya xildhibaan Mahdi Guuleed xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo senator Samsam xildhibaanada iyo dadweynaha kale ayaa isla falanqeeyay waxa ay nabad u tahay iyo siyaabaha bulshada lagu fahansiin karo innaga islaam ahaan assalaamu alaykum nabad korkaaga nabad geliyo korkaaga ha ahaato oo uu nabiga kaleey salaatu wasalaam ka dartaaray ifshu salaata salaama baynukum ay isticmaalaan ay salaama marka duq qofana gareen ku salaamo oo warinan kan ama inantan salaanta fiican tahay hadda qof uu jifran oo dadka salaamayo oo waa la kala nabad galiya furnaanshay tilmaamaysa nabad galiya ka tubtubaysa talabaad nabada محل لغوك حي هذا لك شرته المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده قف قدك مسلمين تي أفكي سياد من كيس سبكان نبض قلا وهذا قيحتان كي قف كمسلم كاه وحل لغوس في نبض كليه نبض ده وحي هاد إن يصير علاج جري دجال جري وحبي راسي حسيل وجد الرأ أبو رايان إيجيلنا نبض في قرية ولي بحي وجع لها المكو روب كدو روكو عقارتو حولوه إي داخلان عريقو دلو لأو دلشو قيلو دلو مركاسنا دقال بيلاها درسكا أو سكي جرينين ومركز سوغان تقوفي عن حتى صوماليو إي عرو جرين وسوغان تقوم عن العريو تاسع نبضو إيه دلك صوماليو نبض مركز لغة هذا يمس لدقة حيرة هذان سومالية فهم كي كيستان وحواي ميل وسن كجر دقال لكن حيتو أنا جوا كجد وين هاي نبض وحي معركة هاي طالع ماشي عدالة كجرتو أو رول أو فلون أو كشقينا يو دي دي أي أو كليسو هي أدان أو كليتو برنامج ده أي ودو كله هذا هان ليت كل إلا دي رجليه أو مسؤول وزارات أي نقطة أو لسكا قربسيو كبدها سومالية نقاصة نبض ayaga ugu xanuun badan markii la joogo Soomaaliya markii la joogo door muhiim ah ay ku leeyihiin kana qayb qaadan karaan hadii la wacyigeliyo oo la baraarujiyo doodaha noocan oo kale ah ayaa wax tar u leh dhalinta soo koraysa ee laga sugayo inay dalka u soo bixiyaan jihada cadceed leh maxamed suleyman nuur warbaahinta qaranka muqdisho